صباح النور بنات الخير، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ شوفوا لنا اليوم منين غنطلعوا عليكم انا والاخ ديالي اليوم منين هشام؟ من مراكش. ها هي العائله كاملين. ها هي يا بنتو وليدات جاو من ايطاليا وجينا كاملين هنايا لمراكش. بهيجه بقات بلاصتك، الله يحفظك لينا ياسير يا ريان. أما وليداتنا كاملين جينا اليوم هنايا لدار اختي، جينا نرحبوا بها ونقولوا لها على سلامتك. على سلامتك ليلى، على سلامت اختي الفنة. حشمانين حشمانين، دابا نوريهم لكم كاملين. يلا هو تشوفوا معنا هذا الرياض ديال الاخت ديالي، دابا ندير لكم فيه شي دويره وتشوفوه زويون زعما تبارك الله نقيقي تيتكرى بحال هكذا. الكراء اليومي للصيف ما تيتعداش 6 ديال الناس وتيتكرى ب 600 درهم للنهار. مهم دابا ان شاء الله غدا ان شاء الله نصوروا لكم نوريكم كل شيء عليه، ولا بيسينات اللي فيه، القريه السياحيه كيف دايره. اليوم بغيتكم تمشيو معنا لواحد الخريجه فينا ان شاء الله، واحد الخريجه زوينه. عاد تشوفوا معايا واحد السيده عاد تفاجئوا معاها. اهلا غيزلان. هي جات معايا اليوم هنايا لدار اختي، ويلا هو معانا لواحد البلاصه فنه 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 فنه، تشوفوها جديده علينا في مراكش، في النواحي ديال مراكش. مرحبا بكم معانا البنات، شوفوا شكون معانا، شوفوا شكون. السلام عليكم، وحنا وصلنا دابا بغيت نوريكم هذه البلاصه، هذه دار ايكاليمون اللي في فوريكا. بغيت نوريكم هذه البلاصه، تقدروا تكونوا ما تعرفوهاش بزاف ولكن زوينه بزاف. ها هي داك الفلاش ديالها، هي هذه دار ايكاليمو. ها هي الدخله ديال وريكا، هذه الدخله ديال وريكا، كلشي عارفه هنايا. بلاصيو هنا وهبطوا معايا واجيو تشوفوا هذا المنظر اللي رائع. هما البنات مين تتكونوا هابطين تتشوفوا هذا الشيء ديال المنطقه هنايا، ازير تيميجا، هذا الورد، الخزامه، كلشي ديال هذه المنطقه هنايا اللي كاينه. ويلا هو تشوفوا معايا، ها هي هي دار ايكاليمو، ها هي هنايا جديد هادو. ها هي البنات، هذه هي الهبطه ديالها. المهم انا تا هبطت الوليدات انستاليتهم وعاد طلعت لهنايا باش نصورها ليكم. على وديتكم انا هاد البلاصه هادي، زعما الناس ديولها زعما ما عندي بهم حتى شي علاقه سوى انني باغاكم تعرفوا هاد البلايص هادو، باغاكم تعرفوا على هاد المنطقه هادي اللي فنه تبارك الله وزويونه وغادي تعجبكم انا متاكده. الله يسخر الله يسهل اخويا، تبارك الله عليكم. هانتوما ها هما هادشي اللي باش تتمتاز هاد المنطقه، راه كاين كلشي هنايا عند ولاد البلاد، الله يسخر ليهم يا ربي. وهادي هي دار ايكاليمو اللي شاركت معكم العام الفايت، لا عقلتوا عليها، هي هادي. شوفوا على طبيعه شحال فنه، وسط الجبال كاينه هاد البلاصه هادي، وسط الجبال غتطلعوا وغتشوفوا واحد المنظر خطير تبارك الله وزوين وغادي يعجبكم انا متاكده. هما البنات شوفوا ها هي الدخيله ديالها كيف دايره، هنايا جليسه بحال هكذا تيجلسوها العائلات، هنايا بحال هكذا اللي بغى يتمتع. كاين تلهيه ياك، تلهيه. ها هي شوفوا تبارك الله المياهات راه كاينين هنايا. ها هي شوفوا هنا، ها هي اللي بغى يجلس حدا الطبيعه وعلى الماء ها هو راه تيجلس هنا. اللي بغى الخيام ها هما هذوك البلايصات ديال التخييم ها هما، واللي بغى يتغدى يجلس هنايا في هذا بحال الخيمات هكذا، يجلس مضللين ولا يدخل لداخل ديال المطعم. لداخل المطعم راه كاين، انا دابا نوريكم المطعم هو غنجلسوا فيه وتشوفوه كيف عامل. المهم هاي جليسات اللي فنين زويونين عائليين 100%، ما عرفتي منظر اللي غزال. وباقي فيها الفوق، راه الفيديو الاولاني كنت عملت فيه الفوق وداكشي. هنايا هانتوما شوفوا قطعت التيكيل لولدي، بلاتي هاي قطعت التيكيل لولدي وليدات خويا ودخلوا يعوموا. ها هما هانتوما هنايا، ها هو ها هي راه هما فين دخلوا. من حنايا عندنا يعني ثلاثه الوليدات، الثالث راه غراتوي ما حسبوا لينا والو فيه. ها هما راه دخلوا دخلوا تما تيعوموا، لا بيسينات عاد ديال الصغار، لي طوبوغو الالعاب هادشي راه فابور. وتما راه هي بلاصه الاكل، انا نوريها لكم. يا شوفوا على جليسات زويونين، ها هي البلاصه ديال الاكل. غندخلوا بعدا هنايا، بغيت طويبله هكا مستويه نجلسوا فيها. خاوي هنايا البنات، خاوي مع العلم انه خاصو يكون عامر في هذه الوقيته هذه، حيت هادو هما البلايص اللي خاصهم يتروجوا، هادو هما البلايص اللي فيهم تبارك الله الناس اللي فنين فيهم. واحد الناس ديال وريكا راه واحد الناس اللي تبارك الله عليهم مضيافين وزويونين خدامين هنايا. انا ما تنعرفش مول المحل ولا حتى شي حاجه مول هذا الغيستو، ولكن تنعرف هاد الناس هادو اللي كاينين في هذه المنطقه هذه ديال وريكا. هاد
الملوح ديال مراكش راه الله يعمر لهم الدار، مضيافين زويونين ما فيهمش حتى حراميات زعما تبارك الله عليهم من داك الشيء الرفيع. وشوفوا لي شوفوا لي هيا بلاتي انا نوريكم هذه المنطقه. شوفوا تبارك الله، شوفوا على حيات، شوفوا الجبال، شوفوا تبارك الله المنطقه اللي تتحرك غير في هذه الوقيته ديال هذا الصيف، ولكن للاسف شويه باقا خاويه هنايا. اجيو لهاد البلاصه هذه، درنا جي بي اس، جينا نيشان حنا غنجلسوا هنايا كاملين ونطلع. بغيت نوريكم هاد البلايص هادو، ها هي هانتوما هاد البلاصه هكذا هنايا، ها هي جليسات فنين. غزلان اجي تشوفي داك تفرنوت، داك الخبز، ها هو الخبز ديال تفرنوت تيديروه تما دوك النساء ديالهم، اللبسه ديالهم راه تبارك الله زوينه تتشرف. هنايا كاين مالين اتاي لاكيس هاد البلاصه، وها هادي هي يكاليمو هنايا الحمامات حاشاكم. وهنا الفوق انا نطلعكم ليه وتشوفوه، كاين الجامع، كاين المسجد، كاين تبارك الله بلايصات اللي فنين. ودابا هيا فين تبارك الله، والناس مضيافين فنين، ولكن شوفوا لي هذه اللي بغيت نوريكم، شوفوا على جليسه فنه بزاف، زوينه تعجبكم. شوفوا على منظر، شوفوا تبارك الله خطير، شوفوا على جليسه كي دايره. نجلسوا هنايا من نساليو الغدا نجلسوا هنا. شوفوا ليه معطي داكشي ديال البلاد غزلان، هادي بلادنا تبارك الله، الفن ما شاء الله على منطقه وما شاء الله على ناسها، تبارك الله على الناس ديال اوريكا. هذه بلاصه من البلايص اللي قلالين اللي كاينين هنايا في اوريكا ودايرين ليهم بحال هكذا، كاين دي زوبرج، كاين بلايص بزاف، ولكن اشنو غنشوفو اختي. شوفوا لي شوف، ها هي من هنايا غادي نطلع على ولدي اللي راه هو مول نضيد راه هو تيعوم، ها هو شوفوا، ها هو الميتر ناجور راه جالس حاضي هاد الوليدات هادو اللي عي قلالين، واخا هكاك شوفوا ها نتوما جالس زعما سيكوريزي من داك الشيء الرفيع. ها هي بلاصه الالعاب وها هي الحياه، شوفوا تبارك الله، شوفوا لي شوف بين الجبال حنايا كاينين، بين الجبال هاد المنظر اللي رائع، وبين الجبال كاينه واحد اللمسه ديال الامازيغ اللي فنه تبارك الله، وجليسه اللي منظرها رائع. اجي نهبطوا ونوريكم غديوتنا ان شاء الله، وديك الساعه ندير لكم دويره في هاد البلاصه هادي كامله اللي بصح زوينه، يقدر يجي الواحد يومين لمراكش ولكن يجي نهير يدوزو هنايا ويتمتع بهاد البلاصه اللي فنه تبارك الله. هاي ما شاء الله، شوفوا حتى باش مين تيبغيو يعطيونا الغداء ها نتوما في هاد الشيء هذا، ها هي في هاد الطبق اللي ديال في هاد الطباصل ديال الطين، شتي تبارك الله ديك اللمسه المغربيه حاضره، ولكن كلشي على هاد الجليسه هادي، واو فريمون فنه تبارك الله، كلشي على هكذا الله. وكلشي في الارض تبارك الله الفن. حنا جلسنا هنايا تغدينا، راه جابوا لنا الغداء، كلشي 70 درهم، يا كيشام دايرين الشوا كلشي 70 درهم، كفته 70 درهم، بغوشيط 70 درهم، المهم هذا هما الاسمنه اللي دايرين، ما دايرينش بحال في اوريكا الداخل تنديروا كفته كيلو ولا، هادو كلشي 70 درهم. وانتم شوفوا ها هي غديوتنا، المهم سمحوا لينا حنايا راه تا بدينا وعاد وانا نتفكر، مي لا بالصحه والراحه. البنات جينا دابا لهاد البلاصه هادي، ها هي كيف ما وريتكم ديك المره، هادي دار ايكاليمو، دار ايكاليمو اللي كيف ما وريتكم الدخيله ديالها زوينه، فيها ليسباس دونفو، دابا راه زادوا فيها بيسين غزال زويون. المهم حنايا غادي نشاركوا معاكم غديوتنا دابا، والله يحفظكم يا ربي، مع تيجانا النعاس هاد البلاصه مرتاحه. شوفوا تبارك الله، واحد ها انتم شوفوا بين الجبال، اي الجبال ومنظر واعر، وهشام خلى المقازة بخير اخويا، اللهم لك الحمد، قال لكم اللهم لك الحمد. المهم ندوزو هاد النيار هذا ان شاء الله، وشوفوا لي ليسباس دونفون اللي داروه زوين بزاف، هو غادي يعجبكم هاد ليسباس هذا، تنحاول ما نشدش الناس.
هانتوما هذا اسباس دونفون فون هنايا الوليدات تيلعبو تما كلشي هيا كلشي تيلعب من هاد البلاصه هادي ها هي وتما راه لابيسين لابيسين كاين تما لابيسين كبير تبارك الله ديال الوليدات الصغار ما كاينش كيفاش يغرقوا ما والو المهم حنايا تنطلعوا على الوليدات من هنا اهلا لاله غزال بالله الله يحفظك ليا كي جاك هذا المنظر واعر 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 معتي راه تبارك الله منظر اللي غزال انتم شوفوا الغيستو هذه اللي جلسنا فيها هي هذه ها هو الشكيل ديالها زوين غزلان انت حصلتك كي جاتك الجليسه زوينه زوينه والله الا فنه كي جاك هذه البلاصه ديال ايكاليمو ما عمرك ما عرفتيها في وريكا انا في الحقيقه وريكا تنجي لها دائما هاد ايكاليمو اكتشفتها العام اللي فات ما عمري ما جيت لها في صغري هذه معتي جات مخبعه راه غير باش نلقاوها راه انا العام اللي فات جيت لها ودابا تتلفنا في الطريق عاد بانت لينا هي راه في الدخله ديال الدخله ديال وريكا ياك الدخله ديال وريكا وبالصحه والراحه غنمشيو دابا حنايا تغدينا هنايا ها هي تغدينا الغديوه ديالنا الله يحفظكم والله يجعلها نعمه دائما ان شاء الله المهم غنمشيو دابا لواحد الجهه اخرى من هنايا هي الجهه اللي هي كاين فيها الخيام كاين فيها الجليسه وها نتوما حضروا معنا هذا المهير هذا دياولنا بالصحه والراحه هذا ولد اختي مسكين يا سير بصحتك حبيبي هو ولد اختي مسكين بقى هو الاخر تيتغدى بالصحه والراحه انتم شوفوا البلاي باش تاخذوا فكره راه شويه طالعه الثمن ولكن على الجلسه راه مخيره ها هي ثلاثه ديال السفيف دات من هادو ها هي خلى واحد هنايا ها هي ثلاثه مع داك الصالاد مع الفخيط راه ب 70 درهم هنايا ها باش تكونوا عارفين حسابكم من هنا ولكن الجلسه ما شاء الله فنه الجلسه زوينه هتعجبكم البنات زعما الجلسه اللي في المستوى خدينا حنايا بريريت اتاي كبير المهم كل واحد ياخذ على حسب الجهد ديالو اهم حاجه هي انكم تتمتعوا تبردوا وتشوفوا شي حاجه اللي جديده علينا هذه دار ايكاليمو انا ما تنعرفهمش ما تيعرفونيش دايره غير بيبليسيتي البنات الخير اللي بحالكم يكتشفوا مناطق زويونين هنايا في مراكش جيت نوري البنات وصافي الله يفرح حنا طلعنا لهنا عجبك عجبك اوه ولدي جاب لابيسين من تما بلاصه غزاله غادي تعجبكم غتعجبوا وليداتكم انا ندير بكم واحد الدويره الفوق وغادي نختمها لانني بصح استمتعت اليوم وصورت لكم شي حاجه قليله من نهاري ولكن بغيتكم تمتعوا في بلادنا تشوفوا راه كاين فيها ما يتشاف كاين فيها شي مناظر اللي فنين وشي حاجه اللي غزاله دايزها الكلام المهم جلسنا خدينا بريري ديال اتاي كل واحد ياخذ على حسب اللي بغى اجي وديروا فيها غير الكوطي اللي ما قادرش على الغداء يجي يدير فيها بحال هكذا غير الكوطي غير زليفه ديال الحريره غير كويس ديال اتاي كاع ويجيب معاه حريشات مهم تمتعوا بلاصه اللي تبارك الله دايزها الكلام وها نتوما هايا اجيو معايا تشوفوا الفوق دغيا ونسالي لكم هذا الفلوق اللي بغيت نوريكم شحال من حاجه على البلايص اللي فنين في مراكش من غير مراكش من غير الوسط ديال مراكش بغيت نوريكم تحناوت بغيت نوريكم بلادنا ام زويز تنتمنى الوقت يقدني وتنتمنى انني ناخذ وقيته هنايا في مراكش ونوريها لكم بزاف النواحي النواحي فين غادي مغاك هشام شوفوا تبارك الله شوفوا على منطقه كيف دايره شوفوا على خضوره وعلى طبيعه ما شاء الله رائعه غزلان كي جاتك البلاد زوينه تبارك الله هنايا ها هي جليسات عاوتاني هنايا المسجد كاين هنايا غيستو حتى هي لداخل فنه مشيكه في الجلسه وتتحمق غتعجبكم بزاف والفوق كاين اوبرج انا نطلعكم وتشوفوا اللي بغى يجلس مهير انا نسول لكم على الاثمنه ونحط لكم التليفون ديالهم واجيرا وصلنا لهاد البلاصه الفوق فوق الجبل ها هي معتي شوفوا بالضبط فين ها هي ما بقى لينا والو على الجبل صافي شتي شحال طلعنا ها هي شوفوا تبارك الله والله لا ها هي شوفوا ما شاء الله طلعنا الفوق بزاف هذاك الجبل ها هي طلعنا حنايا جالسين لتحت انا سال هاد البلاصه هادي باقي غادي نوريكم انت استراح ها هي هنا الوليدات تيلعبوا هشام لعب بنتك ها هي راه هي بنت خويا تتلعب تما ها هي بالله يسلي فين تعجبكم رومي شكرا شكرا شوفوا 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 الفن شوفوا الوريضات حطيتيني وريضه اللي خطك عليا شوفوا لي يا ولدي هانا ها
علاش عاد تخاصم معايا حيت عطاتني وريضتي غير من بنت خويا بزاف. لا لا ماشي انا اللي عطيتها، هي اللي عطاتني ورده. ماشي البنتي غير منها بزاف. لا لا ما تيغيرش ولدي زوين. شوفوا لي هنايا تيعمروا لهم هذا البيسين هذا وتيبقاو جالسين. وشوفوا على منطقه كي دايره، بقى بغيت نتسترح عاد نطلعكم للفوق تشوفوا لوبيرج كيف داير حيت بصح سخفت. سبحان الله هذه اوريكا. ها هي البنات شوفوا، انا الصوت صوتي عجبني هذا الصوت هذا هي هذه الميه. هنايا الا بغيتو توضع هنا، هاي فين تيعطيو الفطور في الصباح الناس اللي ديال لوبيرج اللي تيكونوا ساكنين الفوق. وهنايا ما عرفتش واش محلول باش نوريكم البيوت او داكشي، ولكن غنخلي لكم الليان ديال العام اللي فات كنت جيت لهنايا وكنت صورت لي شامبر وصورت كلشي. المهم نشوفوا واش يخليوني نصور. ديك العام كنت خديت لوتوريزاسيون وصورت لي شامبر، صورت كلشي. المهم الليان ديالو عاد تلقاوه، ها هما بحال اوبرج ولكن من الداخل زوين بلدي. من داكشي هنايا تيديروا لي زاكتيفيتي للوليدات الصغار، بحال هكا الا عندك شي وليدات تتهناو. هنا غيزلان الله وانتم، ها هي منظر اللي تبارك الله زوين. ها هما لي شامبر ديالكم تيبداو من هاد البلايص هادو. شوفوا هنايا، هنايا لي شامبر، هنايا لي صالون، تتجلسوا بحال هكا في الصباح يطلعوا لكم الفطور ديالكم هنا. ولكن شوفوا شوفوا على حياه سبحان الله العظيم، ديما في الطبيعه وفي البساطه تتبان شي حاجه زوينه تتخلق. هذا الشيء اللي تيعجبني لي شامبر. راه ما لقيتش السيد اللي مسؤول، ولكن يمكن لكم بحال هكذا تشوفوا الليان ديال الفيديو اللي كنت حطيت لكم، راه فيه كل شيء. شوفوا على الله يا ربي. بسم الله، ها هو الشومبر بحال هكذا داير، ها هو الشومبر بحال هكذا. ها هي مقاد بهاد الطريقه هادي، زويون بلدي زوين. اللي بغى سويت راه كاين، اللي بغى شي حاجه كبيره راه كاينه، اي حاجه كاينه. المهم تيبدا من هاد الشومبر هذا، ها هو الشومبر اللي بحال هكذا. شوفوا فيه، ها هي ها هو زوين. هنايا الحمام، ها هو الحمام نقي زويون. ها هي حاشاكم، ها هو النقاوه من داكشي وديك اللمسه اللي بلديه 100%. وها هي شومبر اللي غزال وزويون، وها هي فيه ثلاجه فيه تليفيزه فيه الدوش، وكاين حتى اللي بغا كبر راه كاين، اللي بغا صغر كاين. وها هي بليصه اللي فنا هنايا اولا هنا في لي صالون. يلا انا نخليكم، درت لكم دويره زوينه هنايا وخليت اختي مسكينه احترمتها، قلت لي عفاك راني باقي تنحشم منهم باش نبان اكثر ويتعرفوا عليا اكثر، ولكن باقي غادي تعرفوا على دارنا ان شاء الله. بغيت نفيدكم، بغيتكم تستافدوا تشوفوا هنايا، تشوفوا الطبيعه، تشوفوا فين تمشيو نتوما وليداتكم، والله يحفظكم لينا يا ربي ولهلا يخطيكم. ما تنبغيوش نوريكم شحال من حاجه ماكله ولا هذه، حيت تبارك الله كلنا واكلين وكلنا شبعانين وكلنا خيرنا في ديورنا. شوفوا معايا بلايص زويونين نستافدوا منهم، نديو لهم وليداتنا، نكونوا تنعرفوا مغربنا الحبيب. وتنتمنى من السي محمد العربيه سيبو دير لينا شي بلايصات زويونين هنايا في المغرب، دير لينا السياحه الداخليه عافاك ونعشها لينا بطريقه زويونه. الله يعطيك صحيحتك حيت ما شاء الله عليك تتوصل للقلوب والله يسخر لك. الجروب اللي مشى مع قفطان الناسيم راه خليت لكم في ليستاتي. لالا امل شنو تتقول؟ قالت لكم راه ما شاء الله بروغرام غزال، دري في المستوى اللي ما شاء الله شاب طموح وتيبغي يعطي وتيسعف مع الناس. الله يسخر يا ربي. وها انتم ها انتم
تانتم صغار. الله يحفظكم لينا. والله إلا عجبني الحال وعجبني هنايا وعجبني غزلان. كي جاك أختي؟ كي جاك؟ واه غزلان درت الوريضة. هيا أنا درت الوريضة في الشعر. والله إلا بلاصة اللي بصح استفدنا منها عجباتنا واستفدنا منها من ناحية الروح ديالنا فرحات. كنا بصراحة محتاجين. خلات غزلان كنا محتاجين. الحمد لله عليها نعمة. خدموا باش تلا جيتوا لشي بلايص زويونين ولا خليتوا شحال من حاجة من موراكم تتعرفوا بأنكم تقولوا شكرا لنفسي. انا تنقول شكرا لراسي لانني في, في, في تركيا لا انا لا غزلان عيينا دقدقنا ولكن الحمد لله حنايا تنزرع تنحصدوا داكشي اللي زرعنا. عيينا دمرنا هزينا تقل جينا اللي ها هي شوفوا لي غير هاد لابارتي هادي ديال يديا كلها بقى فيها هي هي شوفوا كلها بالزروق هي ديال الباجاج وديال داكشي اللي هزينا عينا فغي معينة ولكن الحمد لله تجي واحد الوقيته ترتاحوا فيها. هاكا الحلاله بنات الخير قاصح صعيب ولكن الحمد لله من موراه تتكون الرحمه وتتكون الراحه. والله يفرحكم والله يسخر لكم. تنتمنىكم تفهمونا حيت تنقول لكم شي حاجه اللي من القلب ما تنقادوهاش وتنطلقوها هكذاك. يلا الله يعاونكم. قولوا ما غزلان باي باي. سلام البنات تنضاولي في راسكم وغدا ان شاء الله فلوك جديد في مراكش انا وغزلان واختي ليلى الفنه هي وليداتها والاخ ديالي هشام. الله يحفظكم. يلا بسلامه.